السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط. إن شاء الله محاضرتنا اليوم موضوع الثالث بالفصل الخامس 5-3 وهو القياس وتناسب القياس في المثلثات proportion and measure and triangles. أول شيء التناسب في المثلثات مبرهنة أول وحدة عندنا إذا توازى مستقيم وازى مستقيم ضلعا من أضلاع مثلث وقطع الضلعين الآخرين في نقطتين يعني هذا مستقيم يوازي الضلع الآخر في المثلث وقطع المثلث هذا قطع بنقطة F وقطع المستقيم بنقطة E إذا وازى مستقيم ضلعا من أضلاع المثلث هذا الضلع AB وقطع الضلعين الآخرين في نقطتين مختلفتين هاي نقطة وهاي نقطة فإنه يقسم الضلعين إلى قطع متناسبة الأطوال يقسم الضلعين هذا الضلع نسبة هذا الضلع إلى هذا الضلع يساوي نسبة هذا الضلع إلى هذا الضلع إذن إذا عندي AB يوازي EF هذا given معطى بالسؤال إذن الضلع CE هذا الضلع CE على EA يساوي CF قطعة المستقيم على طول القطعة المستقيم FB إذن تناسب المثلثين إذا كان مستقيم المثلث يوازي الضلع الآخر بالمثلث وقطع المثلث في نقطتين مختلفتين في نقطة F ونقطة E إذن CE قطعة المستقيم على EA تساوي قطعة المستقيم CF على FB نحل تمارين making sure صفحة 48 هذا السؤال الأول making sure هذا السؤال الأول عندنا مثلث RTS يريد جد طول القطعة المستقيمة المجهولة في الأشكال طبعا LT هنا مأشرة مجهولة علامة السؤال هنا في الأشكال التالية find the length of the unknown segment in the following figures في الأشكال التالية هنا بالمثلث طول القطعة المستقيمة LT مجهولة إذا نبدأ الحل solution أنا عندي TS مطينة يوازي هذا TS يوازي LW TS يوازي LW حسب مبرهنة parallel يعني متوازيين مستقيمان متوازيان حسب مبرهنة التناسب المثلثي تكون أجزاء الضلعين متناسبة شلون قرأنا هذه النظرية هذا طول قطعة مستقيمة CE على EA تساوي EF على FB هنا نفس الشيء حنسويها طول القطعة المستقيمة متناسبة إذن the triangular proportional theorem the parts of its sides proportional هنا متناسبة أضلاع RA RL هاي قطعة المستقيم RL على LT RL على LT تساوي RW على WS إذن RL على LT علامة الاستفهام المجهولة يساوي RW على WS إذن 16 عندي RL 16 16 على LT المجهول يبقى LT يساوي 12 على 9 12 على 9 الوسطين في الطرفين إذا المضروب بالمجهول بال LT 12 يصير بالمقام لي جوه LT يساوي 12 نحطها بالمقام يساوي 16 في 9 نختصر نطلع الناتج LT يساوي 12 ويساوي 12 رقم 2 هسه نجي هنا صفحة رقم 2 ايضا السؤال الثاني بنفس الموضوع جدا طول الضلع علامة الاستفهام هنا ال WS او SW مجهولة WS مجهولة نفس الشيء find WS طول الضلع عندي قطعة المستقيمة RW هاي R هنا هاي نقطة W RW على WS RW على WS يساوي ل RL على LT RL على LT إذن RW على WS يساوي لـ RL على LT RW مطيلة 70 طولها 70 على WS مجهولة يساوي 42 على 30 أيضا حاصل ضرب الوسطين في الطرفين إذن WS مضروبة بال 42 42 صب المقام لجوه WS يساوي